مكسورة والمحا سرتوها وما عصبتوها بالخلال ومسؤول هادشي ماشي معقول. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم كريم والصفة؟ مبصر هشام رئيس فرع فول كونتاكت بالنادي البلدي المحمدية. وقفة احتجاجية أمام قاعة نوانبير النادي البلدي بالمحمدية. أولا نبغوا نعرفوا نبدأ على قاعة نوانبير ومن المستفيد منها؟ قاعة نوانبير تم التأسيس ديالها تقريبا سنة 1989. أيه؟ بدأت بريادة الملاكمة. أيه؟ من بعد تطورت الريادة داخل مدينة المحمدية. الآن أصبح النادي البلدي كيعرف وجود 13 فرع. يعني كل فرع مكتب مسير. إن للأسف الشديد أن هذه الوقفة جات بعد واحد المجموعة ديال التصريحات وواحد التدخلات فيما يخص السلطات المحلية فيما يخص سيد رئيس مجلس البلدي، لأننا تفاجأنا بالسدان ديال القاعة. ما تعلمنا ما والو. تسدات القاعة الجمعة ما كيوصلنا حنا الإخبار حتى الثلاث، يعني أربع أيام من بعد. درنا الإجراءات ديالنا على أساس باش القاعة تحل حبيا عن طريق سيد رئيس مجلس البلدي، إلا أن هاد الناس تعنتوا. مالك يا مسؤول هادشي ماشي معقول. قول بأن هذه الوقفة كتجي إحياء للذكرى الثانية. الذكرى الأولى اللي كانوا داروا هذه الوقفة هم الناس اللي كيسيروا اليوم. للأسف الشديد أن في هذه اللحظة كان مكتب قانوني عنده اعتراف من السلطة. الآن وقفة كدار ضد مكتب مطعون في الشرعية ديالو أمام المحكمة الابتدائية. يعني باقي عنده صراع، باقي ما درناش حتى العملية ديال تسليم السلطات بين المكتب السابق والمكتب الجديد. ناهيك على الصراعات وعلى المشاكل وعلى المضايقات اللي عشناها داخل قاعة نوانبير بايرة هذا الموسم، بما فيها غياب الإدارة. إدارة كيستفدون منها هما الدوشات، القاعة خانزة، حديث ولا حرج، الاستفزازات، نقصوا لينا من الحصص ديال التدريب. كاين فرع ما منخرط في جامعة ما والو، ما عنده 60 ساعة في الأسبوع، وحنا كفروع يلا عطينا 6 سوايع. اللهم إنا ضمون. خليل الطبي رئيس فرع من الصنبور وبطل العالم بطل افريقيا. نبغيو نعرفوا شكون هما الناس اللي كانوا كيسيروا هذه القاعه. هذه هاد الناس المهم اللي تسمع عليهم بانهم تيسيروا واحد التله من اللي قال عليهم صاحب جلاله في مناظره الوطنيه للرياضه اللي دارت في الرباط. ايه مرتزقه الرياضه لان لا علاقه لهم بالرياضه، وتيسدوا واحد المكان اللي تيخدموا على الشعب وتترينيو فيه. وحاليا حنا فرع ديال الصومبو مقبل على بطولة العالم، أول بطولة اللي غتكون في إفريقيا. إيه. وغيحتضنها المغرب في شهر 10. ماشي معقول غتسد القاعة حتى شهر 9، إمتى حنا غنترينيو؟ خاصنا على الأقل واحد خمس شهور ولا أربع شهور. إذا طلب ديالكم الجهات المسؤولة؟ طلب ديالنا بأن قاعة البلدية خاص يكون عندها مسؤول من البلدية، ماشي جمعية اللي غتسيرها. مسؤولين يوضعوا واحد المدير على القاعات بجوج، القاعه هذه والقاعه ديال النادي البلدي، ويكونوا الموظفين اصلا اللي كاينين هنا ديال البلديه يكونوا تابعين لهذاك المدير. والواحد اللي عنده الحق يسد القاعه هو رئيس المجلس البلدي حسب القانون. ما كاينش شي وثيقه اللي تدل بان النادي البلدي هو عنده الحق في هذه القاعات. هادشي ماشي معقول. هادشي ماشي معقول. المنحه قريتوها والقاعة سديتوها. إضافة اللي عندك في الشأن هذا؟ ما فاجأ الرأي العام المحلي والوطني هو استفادة هاد الناس من 100,000 درهم كمنحة من الجماعة. هاد المنحة كتكون سنويا كترصد من أجل الفروع، من أجل الأبطال، من أجل سد حاجياتهم. واش كاينه شي لجنة ديال المحاسبة اللي هذه هي باش كنطالبوا حنا دابا؟ كنحملوا السلطة المحلية المسؤولية ديالها، كنحملوا رئيس مجلس بلدي المسؤولية ديالو،
وكنطالبوا بربط المسؤوليه بالمحاسبه، وحنا مستعدين للمحاسبه رغم الاستفزازات والتهديد اللي تلقيناه البارح منهم، كيقول لك بان الا وقفتوا اليوم راه حنا غنمحيوكم من النادي البلدي. اللهم انا منكر، واش هذا النادي البلدي واش ديال اشخاص واش هو ملك ديالهم؟ الله اعلم، الله اعلم. اذا حنا كفروع عندنا اطار قانوني نمثل النادي البلدي محليا ووطنيا، وكيف قالوا الاخوان عندهم بطولات على الصعيد الدولي والعربي. اللهم انا منكر. نوردي الحسيب نائب الرئيس، نائب اول رئيس سابقا. اذا اشنا هي الرساله اللي بغيتوا توجهوا للمسؤولين بهذه الوقفه الاحتجاجيه الحاشده ديالكم اليوم؟ هي اول مره في تاريخ الجماعه المحمديه، اول مره في تاريخ الجماعه المحمديه كتسد القاعه اللي هو ملك عمومي. هذا هو اللي كنت تسالوا لي، وفي ظروف كيف ما كان كيف ما عرفنا ظروف حساسه شويه، لان القاعه هي ملك عمومي، جميع الفروع عندهم الحق في التدريب، لان لفتحنا هذا المجال ديال الجمعيات يوليو يسدوا القاعه. غدا دار الثقافه غتجي جمعيه من المجتمع المدني وغتسد القاعه وغتقول لك انا عندي عطله هذا الشهر هذا وغادي تسد القاعه. اذا المفروض والمطلوب شكون اللي خاص يسير هذه القاعه هذه اصلا؟ بالنسبه للمكتب المودي هو مطعون في شرعيته والملف امام القضاء، وكنطلبوا من بان كما جاء على لسان خطاب الملك محمد السادس نصره الله بالامس بان اصلاح القضاء هو اللي كنتمناو ليه، على ان المحمديه يبثوا في ملف ديال النادي البلدي، لان التجديد ديال المكتب المديري كانت فيه ما احترموش القانون الاساسي من البند رقم 10 والبند رقم 11، لان البند رقم 10 تيقول ينتخب المكتب المديري من الجمع العام، اذا به كي رئيس كي ينفرد بالقرار وينتخب الرئيس وكيعين المكتب المديري. هاد الناس اللي كنعتبروا حنا غير شرعيين، وحنا كنتسناو المحكمة المحمدية تقول كلمتها، لحنا عندنا ثقة كاملة في القضاء. بالوحدة والتضامن بغينا يكون يكون، راه دار لقمان غتبقى الحال ديالها وخا نزيدوها 100 عام أخرى. راه للأسف الشديد راه حشومة وعيب وعار أن قاعة يستن ونبير من أكبر القاعات على الصعيد الوطني، ولكن من يسيرها؟ من المسؤول عنها؟ من يقوم بتدبير الشأن المحلي داخل هذه المؤسسة؟ احنا كنطالبوا من رئيس المجلس البلدي بالتدخل العاجل من أجل تعيين مدير محايد. ما هو من هالطرف؟ ما هو من هالطرف؟ اشنو الهدف ديالو؟ يسهر على البرنامج ديال القاعة، لأن احنا ضرينا في البرنامج. فرع الفول كونتاكت يلاه خدا 6 سوايع في الأسبوع، بينما فرع اخر كنلقاو عنده 60 ساعة في الأسبوع من خرج في الجامعة. كاين ناس كيديروا التجارة ما كيديروش الرياضة. فينك فينك يا مسؤول؟ هادشي ماشي معقول. الملحق ليتوها والقاعة سديتوها، والملحق ليتوها والقاعة سديتوها. صراحة الأسباب ديالها هو سدوا لنا القاعة. شحال المدة دابا باش مسدودة هاد القاعة هادي؟ حنا آخر مرة ترينا كانوا قالنا غادي نترينوا إن شاء الله في شهر رمضان. تفاجئنا الحصة ديالتنا من الأول ديال رمضان ما لقيناهاش. وصراحة هادشي ضرنا بزاف، حنا كنا كنتمناو هاد الشهر يكون شهر عبادة ورياضة وكلشي كيبغي التاني. وغفران وتسامح. إن شاء الله. ما لقيناش هادشي. القاعة قال غادا تكون محلولة. تفاجئنا لقيناها مسدودة ما علموناش كاع. وهادشي ضرنا بزاف، وصراحة حتى لداخل كنعاني من واحد الظروف اللي هي خايبه بزاف. الدوش ديما بارد. حنا كاملين كنمشيو لديورنا عاده كندوشو فصل الشتاء كيدوز علينا هكاك، يعني كتخرج عرقان من الدوش وكتمشي للدار عاده كدوش. بالنسبه للسطاجات كنمشيو كنشوفو الطروبيلات ديال الاستاذ ديال الرئيس، يعني ما عندناش الترانسبور اللي غادي يدينا وغادي يجيبنا، كنديو غير الطروبيلات الخاصين ديالنا. من ناحيه شكون اللي غندويو معاه؟ ما كاينش اللي غادي ندويو معاه. وصراحه كنتفاجئوا بشي قرارات ما كنعرفوش من عند مين جات، يعني المسؤول المباشر اللي نعرفوا حنا يدوي معنا نيشان ما عارفينو شكون. وهادشي راه دارنا بزاف. المنحه خسرتوها والقاعه سديتوها، المنحه خسرتوها والقاعه سديتوها. تنشوفوا ما كاينش الدوش بارد
في هذا الشهر هذا بغينا نترينيو شهر رمضان بغينا نترينيو سادينو وما بيناتهم متفقين شنو سايرين وحنا الممارسين خاصنا نترينيو تمشيو البطولات تصرفوا من جيوبنا تلعب بطوله المغرب بطوله افريقيا تصرفوا من جيوبنا ما تصرفوا علينا حتى شي حاجه الدوش ديما بارد بغينا يعاود يصلحوا وداك الشيء حيت كان جات شي منحه ما تصرفوهاش على الدوش شي شدواتي قسموها بيناتهم وما قسموهاش على الفروع ديال الرياضات خاصه فرقه ثلاثه فروع وثلاثه فروع ما عطاوهم والو وتنطالبوا بهذا اذا شنو الكلمه ديالك للفرقاء ديال هذا المشكل هذا الكلمه ديالنا يتحل بعدا لاصال يتحل بعدا في هذا الشهر رمضان ضروري خصو يتحل بعدا ويستايحلوا المشاكل بيناتهم الوضعيه اللي عايشين فيها حنا دابا هي وضعيه لا يرتلى ماشي لا يرتلى اكثر من هكا يعني كنت دخلتي للقاعه وشي شنو الدوشات والمنحه كيشدوا المنحه كيضربوها في جيوبهم كيدوا لاصالات ترونسبور عاد تصور كنت طبعا كيف ما كنشوفوا بالكاميرا كيما كنشوفوا الزجاج هناك هشاشه هناك الزجاج مكسر كتشوف فيه لا والو 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 اللي كتشوف يعني انعدام داخل داخل تصور كتريني ورتيله فوق منك الا فين هي الميزانية اللي كيشدوا فين هما الدوشات فين هما السيارة اللي كتبغي نبغيو نعرفوا واش كتأدي الواجب ديال الانخراط كنأديه القيمة ديالو اللي هو شحال القيمة رمزية قيمة رمزية كاملة يعني هذيك القيمة الرمزية كفيلة بأنها تصلح هاد القاعة هذه دابا هما بينات الخلاف بيناتهم يعني هذا الرئيس كيشد المنحة كيضربها في جيبه المنحة اللي كتخرج ديال القاعة ديالنا حنا كأبطال شكون هما الناس اللي كيسيروا هاد القاعة هذه بكل وضوح الرئيس ديال القاعة نقول لك الأسماء ديالهم يعني هما شفاش الرئيس باين رئيس نادي القاعة ديال النادي البلدي معروف واش صافي هو كيشد المنحة كيديرها في جيبه وحنايا لا دوشات اللي كيدوش بالسخون هنا يهز يده اذا كيدوش بالسخون اللي كيدوش ما بارد يهز يده اذا رساله للمسؤول اللي كياخذ المنحه اللي كتقولوا ورساله للجهات العليا بالمحمديه رساله كنطالبوا بالحقوق مسخون القاعات ديال ما بغيناش حنا القاعه تصلح لينا مزيان واول حاجه واخر حاجه الترونسبور الرياضي كنمشيو عند بنادم بحال هذا عنده طوموبيله الله يرحم الوالدين غدا مع الصباح وصلنا غادي اللاعب من المفروض كاين الترونسبور ديال النادي النادي بلدي فين كيستغل هذا الترونسبور اول حاجه الكره اييه والكاراتي هادو جوج الحوايج علاش هناك تهميش لباقي الرياضات في نظركم بلاتي اسمح لي باش نكونوا فاهمين هنا عندنا ابطال منهم هو واحد بطل المغرب ثلاثه المرات هذا حكم وطني معايا ها هو الدري ها هو دوزيام بطوله المغرب هذا حتى هو اذا غادي نقاطعوك خليك معنا نص دقيقه السلام عليكم كي كتشوف التهميش انا قاعد ها هو بطل يقول لك كل شيء الصراحه كيف لان ما عرفناش هذا الشيء واش دايرينو بالعاني ولا ضد فينا ما عرفناش هذا الشيء علاش حنا اهم حاجه عندنا هي يجي بنادم يتريني باش يستافد تجي حتى الشهر هذا الشهر هذا حبسوا لينا لونطريمه ومن وراء تصير كنا عندنا بطوله باش غادي نمشيو حنا نطلعوا لهذ البطوله مادام لا صال تاعها غنمشيو الزنقه اذا الطلب ديالك الطلب ديالنا هذا لا صال يتحل والمسؤولين يعيدوا النظر في المسؤول على هذه القاعه واللي يسيروا في هذه القاعه وفلاشوها والملحق تقطوها وقاعه سديتوها